كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بداية مراد مرحبا بك دائما على كاف 24 تي في. بارك الله فيك اخي اسامه، وانا جد سعيد بالتواجد معك كيف ما العاده في اي لقاء، وباقي ان شاء الله لقاءات ماجين في الطريق ان شاء الله. مراد، طبعا اخر الاعمال ديالك هي اغنيه المغرب، حضرنا على هذه الاغنيه شويه، وشنو السر نجاح ديالها؟ المغرب واحد الاغنيه اللي جات في واحد الفتره اللي كنت المهم كنمر بشي ظروف اللي هي قاصحه شويه، وكتبت فيها شي حوايج اللي عشتهم. والغريب فيه تقريبا 99% الحاجات اللي ديالي، والحمد لله الحاجة الصادقة راه كتوصل لقلوب الناس، وهذا هو سر نجاح الأغنية. مراد، طبعا نعطيك ثلاثة هاد الأسماء، أتختار لي الاسم اللي قريب لي لك بزاف. مهما كان خليوني الغريب. أختار الغريب. الغريب حيت كتبت فيه شي حاجات اللي عشتهم، واللي كيف ما أن أي واحد عنده شي مغني مفضل كيسمع له شي أغنية، عنده معاه شي قصة ولا كيرتاح ملي كيسمع، فأنا في الحالة ديالي كنسمع الغريب، يعني الغريب قريب مني بزاف. من بعد أغنية الغريب شنو الحاجات اللي تغيروا في مراد؟ نقدروا نقولوا نقصوا السلبيات وتزادوا الإيجابيات، نقدروا نقولوا أنني وليت كنشوف الدنيا بواحد منظور آخر، وليت متفائل أكثر، ورأى أي واحد كيكون عامل شي هدف قدام عينه يوصل. هذه هي الاستنتاج اللي استنتجته من 2019. مراد، سنة 2019 على انتسالة، شنو السلبيات والإيجابيات ديالها؟ السلبيات هي أنني كنت نتمنى، ولا كان نفسي أنني نصدر أعمال أكثر، ولكن ما كتب شيء. والإيجابيات هو أن في 2019 حسيت باللي باقي خصني نكمل كثار من هادشي هذا، وباقي ما جين اعمال، وباقي ما جين الخير، وكنشوف باللي القاعده الجماهيريه ديال الحر نهار لنهار كتكبر، ونهار لنهار كتزاد، ونهار لنهار كنقرا ميساج مختلف من فار مختلف، من مدينه مختلفه، فهذا فضل كبير من عند الله سبحانه وتعالى. فهاد السنه هادي شي حاجه اثرت فيك وبقات راسخه في الذهن ديالك؟ صراحة وقعوا أحداث بزاف اللي كيبقاو في البال، واللي كيتأثر بهم الإنسان. ما عرف الصراحة، شفت أحداث بزاف بقاو فيا، ما مستحضرش دابا شي وحدة. شي وحدة كتفكر الأحداث وحدة فيهم كتكون راسخة في الذهن؟ من بينهم الفاجعة ديال القطار بقنادل، هذه كانت واحد المأساة اللي صراحة كتبقى في النفس ديال الإنسان، والله يرحم ديك الناس مساكن. مراد، كيف كان اللقاء ديالك مع فناير ودي جيفان في الحفل اللي حيته في المضيق؟ كان لقاء واعر، وصراحة ديك الناس من أطيب خلق الله، ما كنتش تلاقيتهم قبل، كنسمع غير بهم، كنسمع بالأعمال ديالهم، وتلاقينا في حفل مجموعين، وكانت واحد ذكرى واعرة في المضيق مع واحد الجمهور اللي تفاعل معنا بشكل رهيب ديك الليلة هذيك، وهذه واحد ذكرى اللي كنعتز بها. كنعرفوا أيضا مراد هيحيي حفل
في مدينة مراكش وبالضبط في ساحة جامع الفنا مع مجموعة من الفنانين كبار في العالم كميتخ جيمز، محمد رمضان، لارتيست داجو، أمينوكس. طبعا هذا حفل يعني وازن في المغرب وحفل كبير، يعني كيفاش يتلقى بك الجمهور في مدينة مراكش؟ وهضرنا أيضا على المشاركة ديالك في هذا الحفل. هذا هما بالفعل غيكونوا توقعات بزاف عندي، لا من حيث الجمهور لا من حيث الحضور والفنان اللي غيكونوا تما، راه أسماء وازنة وأسماء كبيرة، وعندي الشرف أنني نكون معهم في حفل بحال هذا. فأنا كنشكر جيمس على الدعوة اللي تلقيتها من عنده، وجد فخور بكوني غنكون متواجد معهم، مع محمد رمضان، مع الأرتيست، مع أمينوكس، مع داجو، مع فنانة اللي صراحة نجوم. فالحفلة غيكون في مراكش في الساحة ديال جامع الفنا، وغتكون أمسية واعرة بزاف. فكنتمنى أن الحضور يكون غفير، وكنقول لهم من هذا المنبر هذا نتلاقاو تما إن شاء الله. مراد، واش أنت على تواصل مع محمد رمضان؟ بالفعل هضرنا، وصراحة هذيك الإنسان أنا كنحترمه، وكنت متبع الأعمال ديالو قديمة، وشو سبحان الله غيكتب وغنتلاقاو في حفل فحال هذا. فهذه واحد الحاجة اللي كبيرة بزاف وكتعني لي بزاف، وسلامي ليه، وإن شاء الله الخير باقي ماشي. واخا مراد أو الحر، بغينا سكوب حصري من الحر ماشي من مراد، بغينا سكوب حصري من الحر الكافان كتختيفي. كاين واحد الفيتورينغ من غير الاسماء اللي قلت قبل، واسم كبير تاهو في الساحه، و لا قلت غنحرق المفاجاه، فنخليه مفاجاه. الاختلاف اللي كاين هو من غير الاسماء اللي ذكرتهم في اللقاءات اللي قبل. ولا خارج المغرب؟ خارج المغرب. انتظروا المفاجاه. انا خرجت من خيطه خيطه طهيني عبد الشفان، انا قصدي الطوفان، انا قصدت العياء كل مره تاخذها، اللي بدتني بكره ما معايا حتى بكره، ساج حتى البيكا كتشوف كي تحكوا يبقى معافي مش كل وقا ما زال، يقولوا الهيتي تكفن او ناموره تطفان، كيعبر على اللي ماشي بحال اللي اكثر منه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.